في سنة 1948 بدأت شركة فان ماك الهولندية باختراع أول مكنسة لشفط مخلفات الشارع تحت علامة تجارية وبراءة اختراع مسجلة باسم ترايلو. بدأت الشركة بالنمو والازدهار، وقامت بتطوير موديلات أكثر من المكانس. في عام 2021 دخلت أول معدة من ترايلو لمصر عن طريق الشركة إنوفاتيفا الوكيل الحصري لها في مصر، والتي كان لها دور كبير في نشر المعدة في أكبر الجهات في مصر. بدأت المعدة بإثبات فعاليتها داخل الشارع المصري، وكخطوة لرؤية مصر الصناعية 2030، وترسيخا للشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص في التصنيع المشترك. وقعت شركة إنوفاتيفا بروتوكول تعاون مع شركة ABD إحدى شركات الهيئة العربية للتصنيع لتجميع أول موديل من معدات الشفط تحت إشراف شركة ترايلو العالمية داخل مصانع الهيئة. إن الهيئة العربية للتصنيع هي إحدى قلاع الصناعة في مصر، ومن أهم المؤسسات الرائدة في تبني التكنولوجيا الحديثة، والتي لديها رؤى صارمة من اليوم الأول في تبني وتطوير الصناعات المصرية لتغزو بها السوق المحلي والأفريقي. لذلك كان لديها من الخبرة الكافية أن تنفذ تصنيع معدة عالمية، وتم بالفعل تصنيع أول موديل لمكنسة الشفط، وهي من طراز الـ SU40، وهي أول موديل في سلسلة المعدات المخطط تصنيع في مصر بنسبة 75% من المكون المحلي. وتتميز المكنسة بصغر حجمها وخفة وزنها وكفاءتها المتناهية في سرعة جمع المخلفات بجميع أنواعها. يتم تركيب وحدة المكنسة SU40 على أي مركبة نقل بصندوق مغطى. تستطيع المعدة العمل تحت أي ظرف مهما كان حجم المخلفات حولها. واليوم تستأنف إنوفاتيفا حلمها في تحويل مصر مركزا إقليميا لصناعة معدات جمع وفرج وتدوير المخلفات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع مسيرة تصنيع أنواع المكانس المختلفة بإشراف من شركة ترايلو العالمية لزيادة صادرات مصر في المنطقة، والذي بدوره يعمل على زيادة الحصيلة الدولارية داخل مصر.